السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس محمد أبو حسين، مهندس زراعي مختص في مجال مكافحة الحشرات والقوارض. اليوم رح نتحدث عن حشرة منظرها بخوف أو منظرها بيعمل قلق أو وجودها في المنزل يعني بيؤدي إلى خوف أو هلع عند الإنسان أو الأشخاص، خصوصا لأنها بتحتوي على العديد من الأرجل. منظرها أحيانا برضو شوي بخوف أو يعني غير مقبولة أو غير مرغوب فيها أو تواجدها في المنزل، هي حشرة M44 أو الحريش. إن شاء الله راح نتحدث عن جميع الأسئلة اللي بتخطر ببالكم عن هاي الحشرة، وهل هي سامة، سبب تسميتها، طرق مكافحتها، وشو هي هاي الحشرة بالأصل. يا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه في الوصف زي ما عودناكم. ورجعنا لكم من جديد. زي ما حكيت في مقدمة الفيديو راح أتحدث عن حشرة منظرها يعني بخوف أو منظرها أو وجودها في البيت بيعمل قلق وهلع، هي حشرة M44. راح نتحدث عن هاي الحشرة وأسباب تواجدها في المنزل، اللي هي سبب تواجدها بخلينا يسهل علينا طريقة مكافحتها. أول إشي، إيش هي حشرة M44؟ حشرة M44 هي من الحشرات مفردات الأرجل، جسمها مقسم للعديد من الأقسام، تحتوي على 20 زوج من الأرجل، عشان هيك سبب سميناها حشرة M44. هي من مفردات الأرجل زي ما حكيت لكم، حيث يتكون الجسم من حلقات عديدة تتغذى على الأنسجة النباتية والحشرات المختلفة والحيوانات الصغيرة، وتحتوي على زائدتين وهما مخلبان السم موجودات في نهاية هاي الحشرة. وهاي هي اللي بتخوف شوي في الموضوع، وجود هاي المخلبين أو الفكين اللي بنحكي عنهم، وجودها في نهاية هاي الحشرة يؤدي إلى خوف وقلق كثير كبير. M44 هل هي سامة؟ يعني هاي لازم نحط عليها أكثر من خط. M44 هل هي من الحشرات السامة؟ M44 هي من الحشرات الغير سامة، تمام، ولكن في بعض الأنواع يعني درجة سميتها بتكون أعلى شوي، فممكن تسبب ألم، تورم، يعني مضادات حيوية، بعض الكمادات المي الباردة ممكن تؤدي إلى إنها تروح هاي الأعراض. أما في بعض الأشخاص اللي عندهم تحسس، ممكن تكون سامة. لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من هاي القرصات أو عندهم تحسس من قرصات الحشرات، وأيضا شديدة السمية، أو ممكن أنها تسبب ضرر خصوصا للأطفال أعمارهم صغيرة، ممكن تسبب لهم ضرر. يعني هي حشرة بشكل عام غير سامة، ولكن في بعض الأشخاص اللي بيعانوا من تحسس، بعض الأطفال اللي بيعانوا من تحسس، وأيضا بعض الأطفال الصغار بالسن، يعني ممكن تأثر عليهم، ممكن تعمل درجة ارتفاع في درجات الحرارة، تورم مكان المنطقة المصابة، فإنه ممكن مراجعة الطبيب أو بعض الكمادات الباردة والمضادات الحيوية بتحل المشكلة. وإذا كان في تحسس، يعني الأشخاص بتحسسوا بشكل كبير، فمراجعة الطبيب بيكون أفضل في هاي الحالة، ويعني معرفة نوع الحشرة كمان. نفس ما حكيت لكم، أنا دائما بحب أبدأ الفيديوهات بتعريف عن الحشرة. ليش؟ حتى نسهل عملية المكافحة، حتى الواحد لا سمح الله صار إشي معه يكون عارف نوع هاي الحشرة، فالطبيب ممكن إنه يوصف الدواء المناسب أو المضاد المناسب لهاي الحشرة. أماكن تواجد M44، حشرة M44 تتواجد في المنازل، في المستودعات والأماكن المهجورة والبيوت الحديثة السكن أو المسكن. هاي أماكن تواجد حشرة M44. لماذا سميت بهذا الاسم حشرة M44؟ نفس ما حكيت لكم، لأنها تحتوي على أرجل يتراوح عددها بين 20 زوج مقسمة على الجسم كامل، يعني من الحشرات زي ما احنا شايفين بالفيديو وصور لإلها، منظرها بخوف، بس هي مش سامة، يعني سامة كثير لا، بس منظرها بخوف، منظرها يعني وإلها سرعة. يعني هاي الحشرة من الحشرات السريعة، مش بس من الحشرات البطيئة، لا، من الحشرات السريعة. كيف يمكن أن أتخلص من حشرة M44؟ وهل يمكن التخلص منها بكل سهولة؟ نعم، يمكن التخلص منها بكل سهولة عن طريق التخلص من مصادر
غذاؤها. احنا حكينا في مقدمة الفيديو بتتغذى على الأنسجة النباتية وبتتغذى على الحشرات. وجود الحشرات في المنزل اعرف انه ممكن تكون عندنا هاي الحشرة موجودة في المنزل. لذلك من طرق او اهم طرق التخلص من M44 هي التخلص من تواجد الحشرات في المنزل عن طريق المحافظة على النظافة، الرش بإحدى المبيدات، تحديد نوع المشكلة، تحديد نوع الحشرات الموجودة. التخلص منها يؤدي إلى عدم دخولها المنزل أو عدم تواجد هاي الحشرة في المنزل. إذن من أهم الطرق في مكافحة M44 هو التخلص من وجود الحشرات. يعني حبيت أحكي لكم هذا الفيديو لأنه يعني شفت هاي الحشرة في إحدى المرافق الصحية في إحدى المنازل، وكانت عاملة قلق وخوف، خاصة لأنه هذا المنزل كان يحتوي على أطفال موجودة في البيت. أما هي الحشرة تم التخلص منها بكل سهولة. فلا بس أنا حبيت أشرح لكم هذا الفيديو لأنه يراودنا العديد من الأسئلة عنها، إنه هل هي سامة، شو هاي الحشرة، إلها أرجل كثير، أول مرة بشوف زي هيك حشرة. فإن شاء الله أكون بهذا الفيديو شرحت كل إشي عن هاي الحشرة بأسلوب بسيط ومفهوم إن شاء الله. يا ريت إن عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، وأي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. وأي ملاحظة أو أي تعليق يا ريت لا تتردد، يعني عندنا التواصل مواقع التواصل، ارسل لنا أي مسج وإن شاء الله راح نرد عليك في أسرع وقت ممكن. وشكرا لكم.